السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمينة بن علي. اليوم بشوف معايا كيفية تحضير وصفة بسكوي البلو التونسي ومعه سترونات، والطريقة سهلة مبسطة ويجو الاثنين من أحسن ما يكون. بسكوي البلو باش نعطيكم وصفة يجي بها هشوش يذوب في الفم، والمذاق متاعو يجي من أبل ما يكون. وصفة السترونات ثانية باش نعطيكم وصفة سترونات سريعة وتحضر بالوقت، ويجي السترونات مذاقه بنين ومنعش ويعمل 66 كيف. وإن شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضيرهم وتنال رضاكم. وكان عجبتكم وصفات اليوم وعجبكم محتوى القناة وحبيتوا تشجعوا تطاكم يمينة، ما عليكم كان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتبرتاجوا فيديوهات القناة بين أهلكم وأحبابكم، وتخلوا لي كومنتير صغير وتعملوا لايك، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. تو باش نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ونعملوا على ربي، ونبدو مع بعض وصفة بسكوي البولو. نشوفوا مع بعض مقادير بسكوي البولو. عندي 1 كيلوغرام من الطحين، عندي 5 بيضات حجمهم متوسط ويكونوا بدرجة حرارة المطبخ، 300 مليلتر من الزيت النباتي، عندي حبة من البرتقال باش ناخذ القشرة متاعها والعصير، 3 ملاعق أكل من ماء الزهر، رشة صغيرة من الملح، 3 باكوات من خميرة الحلويات، كل باكو وزن 7 غرام يعني 21 غرام من خميرة الحلويات، 250 غرام من السكر. كما شفتوا معايا هذه المكونات متاع بسكوي البولو. نتعدى تو مرحلة التحضير. جبت معون كبير وكسرت فيه 5 بيضات، نزيد تو القيمة متاع السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. تو باش نبشر حبة البرتقال فوق المكونات. تو باش نعصر حبة البرتقال ونزيد العصير نتاعها فوق المكونات. نزيد عليهم شوية الماء زهر ونزيد رشة الملح. تو باش نبدا نخلط فيهم بالخلاط الكهربائي مدة 3 ولا 4 دقائق لين البيض يتبدل لونه والسكر يذوب. بسم الله الرحمن الرحيم. تو باش نزيد القيمة متاع الزيت على مرتين ونكمل نحرك في آن واحد. توا جبت غربال باش نغربل الطحين وخميرة الحلويات. بسم الله الرحمن الرحيم. توا باش نصمم بسم الله ونبدأ نخلط في المكونات ونعجن كان بصباعي كما تشوفوا معايا من غير ما نعجنوها براحة اليد. نلموا المكونات كاملة لين تحصلوا على عجين، وبحول الله راهي المكونات نتاعها مضبوطة يعني يجيكم بالضبط قد الخليط قد الدقيق ولا الطحين، مكوناتها كما قلت لكم مضبوطة وتجيكم العجينة صحيحة بحول الله. غير تبعوا معايا وما تعجنوهاش، لموها كيما العجين نتاع البشكوت باش بسكوي البولو يجيكم مهشوش. العجين متاعنا حضر. تو جبت قطعت العجين باش نقسمها على 3 طروف على خاطرنا باش نعمل كعبات صغار، وانتم لا كان تحبوه البولوجي كبير كيما اللي بيعوا فيه في السوق تقسموا العجين على 2. تو باش نسوي قطع العجين على الطول كيما تشوفوا معايا ونحطهم في صينيه ونغطيه، ونجبدوا القطعه الاولى ونبدوا شكلها مع بعض ان شاء الله. تو حطيت العجين كيما شفتوا معايا فوق طاوله العمل ونبدا نمدد فيها بشكل طولي بالاصبع كيما تشوفوا، نبدا نبرم شوي لين نتحصل على شكل طولي كيما تشوفوا معايا من غير ما عملت حتى شيء في يديا، يعني العجينه ما تلصقش وكيما تشوفوا فيها متابعه على خاطر كيما قلت لكم مكوناتها مضبوطه. بحول الله تتبعوا الوصفه من الاول للاخر ما تتعبكمش في التشكيل كيما تشوفوا معايا. تو جبت الطبق باش نطيب فيه بسكوي البولو وفرشته باوراق الطبخ. تو باش نهز العجين بشوي بشوي ونحطه في الطبق، وماذا بينا كي نحطوا 3 قطع من بعدهم شوي على بعض. تو تشوفوا معايا ان شاء الله باش كي يدخلوا الفرن ويطيبوا يلقوا راحتهم ما يجوكمش لاصقين. كما شفتوا معايا كملت القطعه الاولى وحطيتها في الطبق. تو باش نكمل القطعه الثانيه المزال بنفس الطريقه. في الوقت هذا نحل الفرن على درجه حراره 180 ونخليه يسخن باش كي نكملوا تشكيل البسكوي نلقوا الفرن سخون.
كملت شكلت 3 قطع نتاع العجين وسويتهم على قد ما نجم كيما تشوفوا معايا. تو باش نجيب قطعة العجين ونجي في وسط العجين بالضبط ونضغط على قطعة العجين شوي لين تعمل لي خط من أطرف العجين لأطرف العجين. جبت صحفة صغيرة وحطيت فيها أصفر بيضة ومعها ملعقة صغيرة من الخل. نخلط المكونات الكل مليح وندهن بها الوجه والأجناب نتاع البسكوي كيما تشوفوا معايا. وقبل ما نبدا ندهن وجه البسكوي نحضر صحيفه صغيره فيها زوز ملاعق اكل من السمسم ولا الجلجلان معرجين وزوز ملاعق اكل من اللوز مرحيين حرش شوي ومعرجين. ومباشره ونكمل ندهن وجه البسكوي بالبيض نذر عليه شويه الجلجلان واللوز باش يتماسكوا في الوجه وما يتنحوش. ونكمل بقيه قطاع البسكوي بنفس الطريقه. وبعد لنكملهم ونحضرهم نهز نحطهم في الفرن اللي انا سخنته مسبق على درجة حرارة 180 ونخليهم يطيبوا في الفرن مدة 20 دقيقة. تو باش نتعدوا مع بعض الوصفة الثانية ان شاء الله. باش نحضروا مع بعض السيترونات، هذه المكونات نتاعو كما تشوفوا معي. عندي 1/2 كيلو من الليمون، عندي ماء زهر، 150 غرام من السكر، وعندي عصارة يدوية كما تشوفوا فيها. تو باش نصمم بسم الله ونبدا نعصر حبات الليمون ونحط في اناء خاص بالعصير بحذايا. بعد لكملت عصارة الليمون جبت الإناء الخاص بالعصير نرفع له الغطاء نتاعو ونصب فيه عصير الليمون ونرجع الغطاء نتاع العصارة ونزيد نصب فوقها الماء ونحرك بالمغرف باش نتحصل على أكثر قيمة ممكنة من عصير الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والماء اللي استعملته في السيترونات بارد من الثلاجة. تو باش نخلي العصارة تستقطر في عقلها ونزيد 1.5 لتر من الماء البارد فوق عصير الليمون ونزيد القيمة متاع السكر ونزيد 3 ملاعق أكل من ماء الزهر ونبدأ نحرك في المكونات مليح لين السكر يذوب. السيترونات نتاعنا حضر وجبت الاواني باش نحط فيها السيترونات اواني بغطاها كيما تشوفوا معايا وعندي قيمه من الثلج مكعبات. تو باش نحط كل قطعتين نتاع ثلج في انيه من اواني السيترونات ونفرغ السيترونات في الاواني الاربعه كيما تشوفوا معايا وبعد نقفل ونعمل لهم مصاصه ولا باي. البسكوي نتاعنا حضر خرجته من الفرن كيما تشوفوا معايا. هذايا اللون نتاعو كيفاش يجي ما شاء الله محمر من الظهر من الوجه. ماذا بينا ما نغمقوش ياسر باش ما يجيناش يابس. تو باش نخليه يبرد شوي ونقص معاكم ونحطوه في صحن التقديم ان شاء الله. ان شاء الله يعجبوكم وصفات اليوم، وصفة بسكوي البولو ووصفة السيترونات وينالوا رضاكم. تو ما بقالي كنقولكم الى اللقاء في وصفة قادمة عن قريب.
دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.